FM. الكلمة ليك. ولدك يعاني من مرض في القوقعة ويلزمه زراعة قوقعة، عمره توا 5 سنين ولكن المرض اكتشفناه عندنا 3 سنين ويلزمه يقوم بالعملية نتاع زراعة قوقعة. العملية هذه تتكلف 45 مليون، والقوقعة ديجا يلزمها تجي من برا، معناها يلزمنا نستناوها حتى لين تجي. 45 مليون الحكاية عندها 3 سنين، حتى لليوم صارت وعود من وزارة الصحة. أي. من الوزير شخصيا. ولا صارت وعود، من وقتاش بدات الوعود؟ الوعود وقت اللي زارنا في الميدا، نعرفش يمكن 3 شهور التالي قابلت شخصيا كي زارنا زارة فشقية. دونك زاركم في الميدا ووعدك وقال لك حتى وصول القوقعات سي موجودين في تونس. لا، وقتها قال لي دوبا صححنا، عندي جمعتين من اللي صححت على الاتفاقية ودوبا تدخل القوقعات لتونس، نوعدك اللي ولدك يكون من الأوائل اللي يعملوا العملية بحكم اللي عمره قريب ل5 سنين. عمره قريب ل5 سنين. احنا فما برشا حاجات باش نخليك تحكي فيهم، مش انا باش نحكي فيهم. الحاجة الأولى هي التدخل نتاع الوزير، حتى لليوم ما صار حتى شيء، وتوجهت للسبيتار للرابطة. أيه. وغازيك كيفاش كان التصرف نتاعهم؟ نقبل كل شيء، جريت معناها من اللي ولدي عمره عامين نجري، عملت له كيف مشيت للسبيتار كي لقوا ولدي ناقص في السمع وكل شيء، بديت اعطاني الطبيب بيلون كامل يتعمل على مده اكثر من عام ونص، نعمل له البيلون ذاك في كي سمعت اللي هم الدوله تعمل في 20 عمليه في العام اكهو. كي سمعتك قعدت نجري وكل شيء، ثماش ما الناس اللي بس عليهم فماش ما يعملوهم لي بالفلوس، فهمتني؟ خاطر وقتها ثم اكثر من 100 صغير يعني على عامين 3 مش يخلط الدور الولدي الا هو فات 6 سنين وفات باش يخلط له. من الناس اللي لابس عليهم عندنا مدام سلمى رقيق، سلمى اللوم اللي هي تويك وزيره السياحه، تواصلت لها قبل ما تولي في الوزيره جمله وما نعرفهاش جمله في انا حزب، ما عندي حتى علاقه بحتى حزب. ومشيت قالت لي ان شاء الله تو نعاونك وتو نشوف شنو هي الحكايه. بعد ما ولت وزيره وسي وكل شيء، بعثت لي المسؤول على فرع حزب النداء في الميدا حتى للدار، هز الدوسي. ما نتصورش ثم حتى مواطن باش يرفض باش يقول لا ما نعطيش دوسي ولدي. ولدك. وزيره بعثت لي وقالت لي باش نوصلوا الدوسي حتى لوزير الصحه. من وقتها قعدت نتبع في اليوم في غدوه في اليوم، قلت لهم معناها باتصالني مع المسؤول على الحزب اللي في الميدا، قلت له يلزمني نحط ولدي في الليستة، قال لي لا مش مشكلة، يلزم نتحصلوا على القوقعات هذيك أهم حاجة. بعديك تو كي تجي القوقعات تو معناها الحكاية عند وزير ما تخافيش. لين جانا في زيارة في الميدا، مشيت نجري وسمعت بها زيارة فجئية، مشيت نجري أنا وولدي وكل شيء، وقابلني يرحم ولدي بكل لطف بكل تربية، حكى معايا بكل احترام، قال لي يا مدام، قال للناس الكل حاضر، حتى السيد المعتمد والناس الكل حاضرين، قال بفضل المدام هذه ما كنتش عندي حتى فكرة على الموضوع، كيف وصلني الدوسي نتاع الوليد هذايا، قعدت نخدم وقعدت كل شيء، وافقوا لي على 40 قوقعة بركة ورفضت، وقعدت كيف نعاود نخدم خاطر الصغار أكثر من 250. قعدت نخدم لين وافقوا لي على 150 قوقعة، وقال لي نوعدك بحول الله أول واحد يعمل العملية ولدك. باهي، عندك فكرة على دخول القوقعات لتونس؟ احنا الرتار المستنية هذه الكل، اسكو نستناو فيهم يجيوا لتونس توا ولا العملية تنجم تتعمل في الوقت هذا؟ صحيت، وهي ثاني نهار في رمضان كلمني المسؤول هذايا على الحزب في الميدا، قال لي يسأل فيا، يسألوا فيه هم، هو يسأل فيا بالتليفون، دوسي ولدي حاضر، قلت لهم أي عندك كارني اتسيتيرا أسئلة هكاكا، قالوا لي عنده 3 أيام اللي دخلوا القوقعات لتونس موجودين ويلزمك تمشي تاخذي رونديفو، تقابلي دكتور غازي بسباس خاطر هو الوحيد اللي متعاقد عن طريق الدولة معاهم اللي يعملها وتتعمل اللي كان في الرابطة. كان الأمر كاك، مشيت توجهت باش ناخذ رونديفو، السكرتيرة ما رحبتش بيا برشا، كانت عندها فكرة على الموضوع، ملي دخلت قالت لي أنت اللي كنتي عند الوزير وخلي الوزير ينفعك والوزير شم دخله. حرفيا هكا. حرفيا هكا قالت لي شم دخله الوزير، حاشاكم قالت لي تكذب، الحكاية جايبتها كذب، وشم دخله الوزير، وزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي جابت لنا القوقعات، والوزير نتاعك هكا باللغة هذية، ولا الوزير نتاعي ني بركة، الوزير نتاعك تو يجي نهار ويتنحى، وحاسيلو سمعتني قالت لي حتى العرب اللي كيفك باش يهبلوني هكا باللغة هذية. لا نعتذروا على معناها حكيت معاك حكاية حرفيا. حكاية مع احترامي لكل السكرتاريات، الإنسانة هذية برك. واضح، احنا نحكيو فينالمون على كا أرجونت، على حالة حرجة يلزمها تتعمل، مانيش باش نسبقوا شكون على شكون، ولكن الحالة عاد ميلاد وقتاش ولدك؟ نهار 16 سبتمبر. نهار 16 سبتمبر يعمل 5 سنين ويولي ما عادش ينجم يعملها العملية. ما عادش ينجم يعملها بعد 5 سنين، يعني ما عادش تنفع. ما عادش تنفع العملية، دونك احنا اللي قاعدين نحاولوا فيه
فيه مش تبجيل عبد على عبد، ولكن الحالة تحكم أنه يعمل العملية هذه. اللي حسيت وانت من العبيد اللي كمشيت للسبيطار على الأقل، حسيت أنه فما حاجة، خاطر أنت حكيت مع الوزير فما مشكل معنا. خاطر أني مشيت جستما حتى كي رجعت نهار 20 جوان رونديفويا مع الطبيب، وقابلنا الطبيب يعني ما دخلت ماهوش معناه حتى ولدي ما عداش عليه، وحتى الدوسي اللي ناي معناها ظروفي ما تسمحش بكل اللي مديت عليه ايديا باش عملته ما خزر ليش وما خذاهش. 250 دوسي نتاع 250 صغير في الرابطة، كان دوسي يزيد الفتحلي قال لي يزي روحي بيش نعمل به، وقال لي حرفيا مشيتي للوزير تحملي مسؤوليتك هذاك ولدك انت مش ولديني. مشاكل شخصيه بيناتهم ولا مشاكل بيناتهم خاولوا مش حتى شخصيه. صحيح ثم زملاء ليه قالوا لي راهو خاطر الطبيب من نهضه، ثم زملاء جاي مسكين يزيد في الفلوس. صحيح تولت المشكله الوحيده اني مشيت اني بعثت دوسي ولدي للوزير. باهي احنا البيوت الهدف نتاعنا انه نحاولوا نوصلوا المعلومه لو بلوتو بوسيبل للعباد المعنيه. فما برشا عباد معنيه، فما الوزير اللي هو معني بيسكو هو قال انه ينجم يعاونك فينالمون، دونك الوزير هو معني، والسيد زاده اللي حب يتبرع بالمبلغ نتاع الفلوس اللي هو زاده كيف معني. هو عام امن اسمه رشيد دانواره. انت حبيت بعث فيديو للعباد الكل بريسك اللي لقيتهم على الفيسبوك بالميسنجر، منهم سمير الوافي. سمير الوافي بارتاج الفيسبوك الفيديو كيما برشا بارتاجوها، وتفاعل معاه السيد رشيد دانواره وقال انه باش يبيع ارض. كما لقيت حتى حل وعرفت اللي الحكاية مش يعني، حتى كيف قابلت الطبيب وهزني البيرو المنطقي زدت سألت المنطقة قلت له يعملش على الأقل بعد عام، قالت لي لا كان خلط للدور بعد عامين ثلاثة يعني ولدي ولي عمره 7 أو 8 سنين ما كانش هانو يعيش بسمعتك هاو كي زادوا مخذوش الدوسي تأكدت لي ولدي مش بش يعمل العملية. كي روحت قعدت كما أي أم على عصابي ما نرقدش ما ناكلش ما نشربش بش نموت معناه. الكلمة ليك